السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع قوي من موقع الذكاء الاصطناعي، هو عامل زي شات جي بي تي وممكن يكون معتمد عليه بشكل مباشر، لكن هو فيه شوية إضافات زي مثلا يعمل لك أنماط دماغ، بيعمل لك الفلو تشارت، يعمل لك يوزر فلو، يقدر يساعدك في إنجاز الشغل بتاعك زي ما نشوف مع بعض. طيب خلينا نقول له كريت. فأول ما بقول له كريت بيبدأ يطلع لي الشاشة ديت، بيقول لي أنت عايزها بورد ولا عايز دوكومنتس ولا عايز فولدر ولا عايز اعمل لك الماتريكس بتاع الشغل بتاعتك ولا كامبان بورد ولا الفلو تشارت، اي واحدة من دول بقى ممكن ان انت تستخدمها، او تقول له تمبليت هيفتح لك قائمة اكبر فيها حاجات كتيرة جدا تقدر تختار منها، زي مثلا حاجات كتيرة بالدياجرام، في حاجات كتيرة الاشكال كتيرة هيت ماشي. طيب ممكن تقول له مثلا عايز لاندنج بيج، عايز اورجانيزيشن شارت مثلا، بشكل موجود اهو تقدر ان انت تعدل فيه تزود فيه، مجرد بس تغير الاسم. اقول له ده مثلا عمر سليم اهو، وتقدر ان انت تحط له مثلا واير فريم مود مثلا، تقدر تعمل كونكتور بين اكتر من حاجه، تقدر تضيف اشخاص تانيين للمشروع بتاعك. تمام ممكن تقول له انا عايز اضيف حد الناحيه دي، فيبدا ان هو يضيف لك مثلا اهوت علي. تمام فتبقى سهل بالنسبه لك ان انت تضيف للاورجانيزيشن شارت بطريقه سهله جدا وبسيطه. ممكن نقول له كرييت نيو ونختار اي شكل تاني وليكن مثلا دوت، فيبدا يعمل لنا الماتريكس ومديني تولز كتيره اقدر اعدل من خلالها. تمام نقدر نعمل كونكتور مثلا بين ده وده مثلا، تقدر تعدل كل الكلام الموجود. وبعد كده ممكن تقول له انا عايز اعمل لها شير، سواء مثلا يديك لينك تشاركه مع الاخرين، او تضيف اشخاص يقدروا يبقى ليهم اكسس، سواء فيو او كومنت او اديت. الفيو مجاني، الباقي هو اللي بفلوس. تمام ممكن تعمل لها اكسبورت، تعمل لها داونلود على هيئة بي ان جي كصورة، وممكن تطبعها او تقول له امبيدد عايز اخدها احطها في الموقع بتاعي. فموقع بيسهل عليك كتير جدا. تمام ممكن اقول له انا عايز اعمل دوكومنتس، فالدوكومنتس هيبقى موجود برضو بالذكاء الصناعي يساعدك في الكتابة. تقدر تختار اي تمبليت من هنا مثلا التيم، كل عليك بس ايه ان انت تعدل لناسبك، بحيث مثلا عايز تكتب اسم الشركة بتاعتك، عناوين الشركة بتاعتك، يبقى سهل عليك المشروع بتاعك.